جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا اعتدى إنسان على آخر وقال فيه ما يكره وشتمه وجرح به، فغضب المعتدى عليه وتضرع لربه بالدعاء بالهلاك الموت أو أي نازلة، فإذا استجاب الله فمات الظالم أو نزلت عليه نوازل كأمراض مستعصية مثلا، هل يأثم الداعي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. على كل حال، دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من الظلم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، وأخبر أن دعوة المظلوم مستجابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، كما قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك، قال لمعاذ بن جبل: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة، إلا أنه ينبغي للمظلوم أن لا يدعو على ظالمه، ينبغي له ذلك، ينبغي أن يصبر ويحتسب، وأجره على الله سبحانه وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ينبغي أن يصبر ويحتسب ولا يدعو على من ظلمه، لكن إن دعا فدعوته مستجابة، وذلك جزاء للظالم. نعم.